مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من برنامج وصال. يا هلا ومرحبا فيكم، ونكرر تبريكاتنا بالشهر الفضيل، نقول لكم عسى شهر فضيل، كل عام وانتم بخير، ومبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. شهر جميل وعاداته ولمة الأهل تسوى الدنيا وما فيها. تصدقون قمت أشوف أمي على السفرة يوميا، الحمد لله هذه بركتنا، ربي يطول بأعمار أهلكم، وإن شاء الله دائما هذه الأواصر الاجتماعية وهذا الوصل ما ينقطع. شهر فضيل، شهر كريم، الواحد يعني يحرص على زيارة الأهل في هذه الأوقات، ونقول لكم كل عام بخير. في برنامج وصال دائما نقدم الخير ونجيب نماذج قدوات في مجتمعنا الكويتي، ونقول لهم تعالوا تكلمونا، سواء كنت في فريق تطوعي أو مبرات خيرية أو جمعيات خيرية. سعيدين باستضافة هذه النماذج اللي ضروري نسلط عليها الضوء، كل في ميدانه وكل في تخصصه. دائما نقول الكويت في جانبكم، مو كلمة تنقال أما فعل حقيقي نشوفه في الميدان. نرحب بضيوفنا، نجومنا، دائما نجوم حلقات وصالهم قدواتنا، الأخ الأستاذ فواز مشاري الكليب، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان. يا هلا ومرحبا فيك. حياك الله، يا هلا ومرحبا، بارك عليك شهر. علينا وعليك إن شاء الله، عساكم. ونرحب بالدكتورة مريم عبد المحسن العتيبي، استشاري باطنية وطب أورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان، وعضو الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. هلا فيك اخوي مساء. زارتنا البركة. حياك الله. حياكم الله. احنا دائما في برنامج وصال نتواصل معه، نقدم ونظهر دور الكويت الإيجابي. دائما نقول لما الكويت لما تقول العطاء صل على النبي، هذا لعب، هذا ميداننا. لما نقول جمعيات الخيرية يبقى هذا لعبتنا. لما نقول فرق تطوعية وإغاثة الدول المحتاجة، سواء كفالة الأيتام، بناء المساجد والآبار، يبقى هذا الكويت صل على النبي، هذا الكويت، هذا لعبنا. فهم جزء من استراتيجية الدولة والحكومة أن هذا يعتبر قوة ناعمة، الكويتيين أهل خير وأهل عطاء. من يعني قاعد نقرأ أن أول جمعية خيرية صار لها 100، صار لها فوق 100 سنة ما شاء الله. فالنماذج في المجتمع كبيرة، وإحنا خلال برنامج وصال حابر نظهرهم، أن يا جماعة هذيل نجومنا، هذيل قدوتنا، وأنتوا اليوم نجومنا. الله يحفظك. الله يسلمك شيخ بو مشاري، كل عام وأنتم بخير، ودشينا بأجواء رمضان، الناس مسخنين، الناس مسخنين، تحسهم يعني ماشيين زين في رمضان. السنة رمضان غير، شلون؟ مميز عن غيره. رمضان السنة ما شاء الله خفيف، النهار ما هو طويل، الجو ما شاء الله تبارك الرحمن أفضل مما تمنينا. نعم. وماشي ما شاء الله بسرعة، الليلة ثلاثة، ترى الليلة يخلص 10% من رمضان، خلص رمضان 10 تو الناس 10% اليوم مع أذان المغرب 10% خلص رمضان. لحق ما تلحق. والحمد لله ما شاء الله الناس بهالجو الحلو، يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى يقول بلدة طيبة ورب غفور، ناس طيبين، وما شاء الله الحمد لله عايشين في هذه الأجواء الرمضانية، ما بين مساجد العبادة، ما بين المناسبات الاجتماعية، الغبقات والزيارات في كل مكان. شهر الوصل، شهر الخير، الحمد لله رب العالمين. شهر الوصل، وإحنا برنامج وصال يعني. نعم، شهر وصال نقول. شلون رمضان معك دكتورة؟ ماشي حالا الحمد لله. الحمد لله. يعني الأمور الحمد لله، نفس ما تفضل الشيخ إن الوقت قصير خفيف، وما شاء الله صج عدى بسرعة، يعني ما حسينا تو الناس ما أنا لما جينا قرقعان أحس إنه لحظة لا بس صج عدى بسرعة. وبالنسبة لنا هم من هذه فرصة جيدة للجميع إن يوقفون عن التدخين. أي بنيلة بنيلة بنيلة. ما شاء الله إحنا دائما نستضيف فرق تطوعية، ودائما نبرز دور الخير والإيجابية في برنامجنا. تدري شيخ كم جمعية خيرية مرخصة بالكويت؟ والله دكتورة ذي شي معنى كم الكويت هذا الحجم، هذا البلد الصغير جدا، كم عدد الجمعيات الخيرية فيها؟ لا شيء كبير، شيء كبير، وأنا عندي بعض القصص تستغرب منها، بس ما أدري، قول لي الرقم اللي عندك. قول لي أنت، خمن، أنت خمني تتوقعين 50 فوق 50؟ لا وايد. أوكي. 30 50 80 تقريبا 50 تقريبا 50 78 جمعية خيرية. والسؤال التالي طبعا ما فيها، ما في ماكش، ما راح تربحون شيء يعني. أنت اللي جاوب صح. مبرة خيرية، كم مبرة خيرية؟ وايد ما شاء الله، كل ساعة نشوف مبرة جديدة. 90 مبرة خيرية ما شاء الله تبارك الله. فرق تطوعي قاعد نتكلم فوق 250 300 فريق تطوعي يا جماعة، بلد صغير. فاليوم الجمعيات الخيرية نتكلم عنها، حلو التنوع، يعني حتى في جمعيات لقلب الطفل، لعلاج الأطفال، في عيادات المرضى لعلاج المقيمين، في شيء له علاقة بالسرطان، في شيء له علاقة بالمرأة. اليوم عندنا باكر أو الأسبوع الجاي راح نقابل أول جمعية نسائية 100%. إحنا محترفين، يعني صار في احترافية وتخصص في العمل الخيري، شيء مو طبيعي. خليني أقول القصة. قول قول.
مرة احنا كنا رايحين في يعني رحلة تطوعية في اندونيسيا، عندنا هناك بانين مدارس كثيرة وجامعات ومساجد، فشاهد كان الجروب تقريبا يمكن في يمكن 30 واحد، فكنا مسوين محاضرة في احد المساجد وخلصنا ذيك الليلة. فمن الصبح عقب برنامج طويل سويناه قلنا بنروح جولة ترفيهية ويا الشباب، بنروح حق منطقة جبل. فانطلقنا من ذيك المنطقة اللي سوينا فيها مسجد لي منطقة الجبل، تقريبا كان تقريبا ساعة ونص زين من الدرب، واحنا بالطريق وقفنا ولا شفنا واحد، كانتوا من وين؟ كان من الكويت. يقول الا تيوم بيتي، وين وبيته يعني متواضع وصغير وكذي. نعم. يقول انا سمعت في كويتيين جايين من هالمنطقه. قلنا ايش؟ يقول اي انا ترى هناك والحين الا تيوم بيتي. ليش؟ يقول ترى انا وريال كبير، يقول انا درست في مدرسه بنوها الكويتيين، فانتم لكم فضل علي فلازم اضيفكم بيتي. الحمد لله، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بلده طيبه ورب غفور. لا اله الا الله. ودائما نقول يا اخي بهذه الاعمال يا اخي تكفينا يعني تبعد عنا الشرور وتحفظ هالبلد، ودائما نقول اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. دكتوره بجمعيه الكويتيه لمكافحه التدخين والسرطان، انا قلتها عدل؟ صح. ما شاء الله من الجمعيات النفع العام. أعطينا فرشة عنه، بدأ شو اللي قاعد تقدمونه، شو الخدمات؟ طبعا الجمعية هي من اسمها تعنى بالمكافحة التدخين والسرطان، هي تأسست ب 1980. نعم. ومن ذاك الوقت لها أنشطتها، بعدين بدأت تتوسع، يعني بعد تأسيسها طلع لها الذراع يعني نفس الذراع الخيري اللي هو صندوق مرضى السرطان. نعم. طبعا دائما احنا نحب نفرق بينه وبين صندوق إعانة المرضى. صح. هم طبعا شركاء لنا وفي أعضاء مشاركين معنا. اللي يميز صندوق مرضى السرطان انه هو اول شيء مختص فقط في مرضى السرطان، وهو مو بس يعني يتعلق بالتقديم المساعدات العلاجية أو فيما يخص الأشعات. إحنا يمكن من الجمعيات القلائل اللي نقدم، طبعا ندرس حالة مريض السرطان نفسه. في مرضى سرطان ينقطعون عن العمل بحكم علاجهم، بحكم ظروف العمل، يعني مثلا هو يضطر يتغيب عن العمل، فالصندوق مرضى السرطان يوفر لهم نفس راتب شهري بناء على حالته. إذا عندهم مثلا قاصر عليهم الإيجارات يساعدونهم بالدفع. في بعض يعني الأخوة الوافدين مثلا تنقطع فيهم السبل يكونون لهم باك اب ويساعدونهم. وحتى في بعض، طبعا احنا دايم يعني نقول ان مرض السرطان يعني هو غير مميت، ولكن بعض الحالات المستعصية مثلا يكون هو مثلا شخص وافد وميمع فلوس، بدال الفلوس هذه ما يعني مثلا يدفع تكلفتها عشان يرجع ديرته في يعني لما يستعصي العلاج، صندوق مرضى السرطان يوفرون له أموال ويوفرون له تيكت علشان يرجع ديرته ويقدر يستخدم الأموال اللي هو جمعها حق أسرته. يعني فقلنا الحين جمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان تحت مظلتها صندوق مرضى السرطان، وأيضا الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان كلها هذا عائلة واحدة. أيوة. إنزين صندوق لمرضى السرطان هذا منو يطق بابكم عادة؟ منو يجيكم؟ الكويتيين ولا المقيمين؟ الجميع سواء كويتيين أو مكويتيين، ولكن لازم يكون لا يعني إقامة يعني سارية. ويكون تم تشخيصه بمرض السرطان. وإحنا عندنا بالمركز الكويتي مكافحة السرطان في سكرتيرة مختصة بهالحالات. إحنا كأطباء يعني مثلا وايد صادفنا مثلا وقت الكوفيد في مرضى كانوا يشتغلون بارت تايم، انه هو يعني عمله باليوميه ما كان عنده راتب، فاحنا لان الطبيب المعالج عارف هذه الحالات فنوجههم حق الشخص يعني السكرتيرة مالت صندوق مرضى السرطان، وهي تدرس الحالة وتتكفل بالباقي. الشيخ أبو مشاري أول شيء يعطيكم العافية، جهد كبير قاعد تقدمونه. طبعا بس بضيف شغله. نعم. هي كانت اول شيء بدايه صندوق مرضى السرطان كان يقتصر على يعني بعض الشخصيات والدكاتره، ولكن اثر هذا الصندوق انضمام المشايخ معنا الشيخ فواز الكليب وايضا دكتور مطلق الجاسر، وايد اضافوا قيمه الصراحه حق معنى الصندوق، وايد فادونا سواء من ناحيه دينيه او حتى من ناحيه اقتصاديه. ودنا نخدم باي طريقه يعني. بارك الله فيك. لا انا ودي بس نطلع فاصل وارجع اتكلم مع الشيخ ومشاري نعرف تفاصيل انضمامه للجمعية. فاصل ونرجع لكم. ردينا لكم نواصل الوصال. حياكم الله، رجعنا لكم برنامج وصال، ومعنا ضيوفنا الأخ الأستاذ فواز مشاري الكليب والدكتورة مريم العتيبي من جمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان.
شيخ أنت ما شاء الله يعني تبارك الرحمن إمام وخطيب ورئيس إدارة أعتقد بجمعية الرقابة الشرعية في إحدى البنوك الإسلامية. صحيح. شابك بالجمعية يعني أكيد طبعا إضافة بس يعني شو قصتك في الانضمام لجمعية الكويتية مكافحة التدخين والسرطان؟ والله قصة يعني غريبة. دكتورة مريم جزاها الله خير هي اتصلت علي يعني مأجورة ما قصرت وقالت لي احنا اشرحت لي عن الجمعية وشنو انشطتها وقالت نبي نرغب انك تنضم الينا. قلت لهم يعني انتم دكاترة انا مو دكتور مو طبيب فيعني شنو دور اللي انا راح اكون فيه شو اضافة صح ايه خاصة وان انا يعني جدولي مزحوم حيل 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 مزحوم يعني ما عندي وقت يا عمي احنا واتساب اسبوع ما رديت عليه يلا كم قلت لها الدكتورة والله أنا آسف وصدق أنا يعني موقف كل المشاركات في أي مجال نعم. فقلت لها ما أقدر فقالت لي فكر وأدق عليك وهي صبرت علي وايد وايد على ما دخلت صراحة أنا فكرت واللي خلاني أدخل حقيقة إن أنا كنت يعني قريب من أناس كان فيهم هذا المرض وهو ترى هذا المرض بس اسمه يخرع يعني الحمد لله الحين الطب تغير وتعدل وصار يعني الحمد لله نسب الشفاء أكثر من قبل نعم. لكن إحنا ما نحبه حتى يعني ما نقول اسمه تشوف الكويتي يقول شين شين ما يقولون اسمه والمريض كثر ما هو محتاج إلى الدواء والعلاج هو محتاج حق شيء ثاني جدا مهم وهي قوة النفسية ما شاء الله أنك أنت تعطيه نفسية جميلة وأن إن شاء الله الناس وايد شافوا من هذا المرض وأن الله على كل شيء قدير وأنت تقول أن من أسماء الله الشافي والله على كل شيء قدير فأنا كنت محتاج في كذا حالة كنت قريب منهم جدا وكنت أروح لهم مستشفى كل يوم فلما تذكرت الحالة قلت لا حتى لو أني أنا مشغول لازم الواحد يأخذ جزء من وقته لأناس هم يعني يشتكون من أمراض وآلام يكفي بس الاسم يعني كون أن المريض بس يعرف يعني أصلاً حتى الدكاترة إذا بيبلغون أن فيك المرض في بروتوكول يعني معين مو أن ترى أنت فيك عشان حتى المريض يتقبل هذا الأمر ونفسيته يعني علو نفسيته مهمة فالحمد لله أني أنا قدرت أني أنا أدخل وياهم وأحاول أني أنا أشارك في الأفكار وفي الإدارة نطرح أفكار جديدة في التسويق في العلاج وغيره والحمد لله رب العالمين وأنا أتشرف أني أنا أكون ضمن هذا المشروع وراح أكمل وياهم لأن صراحة حقيقة يعني المرضى خاصة اللي يكون قريب من المرضى راح يشوف شيء ما شافه الحمد لله. الحمد لله على الصحة والعافية الحمد لله على الصحة والعافية أكيد مكسب وجودك بأي مكان ما شاء الله عليك شيخ فواز الكليب الدكتورة مريم السرطان الله يكافينا الشر وما أدراك ما السرطان خلينا دائما نقول شو إحنا منتشر بالكويت والوضع في ناس تضهول شوي ناس فإحنا تنقصنا إحصائيات هل عندكم أنت في ارتباط أكيد كونج يعني دكتورة في وزارة الصحة احنا وضعنا طبيعي ولا نصدق مانشيتات الجرايد ولا نصدق منو سؤال حلو اخوي مصعب نعم. دايم انا باي لقاء وباي دايم لما يسالوني عن نعم. الارقام احنا دايم نربط هالشيء بالتعداد السكاني نعم. احنا تعداد السكاني مو قبل 30 سنه وعالميا نفس الشيء فالارقام اللي موجوده شيء طبيعي لما انت مثلا عندك قبل مثلا 10 اشخاص من بين 4000 لما يصير 40000 الرقم هذا رح يضاعف فهي تمشي مع اللي انترناشنالي عالميا نفس الأرقام يعني إحنا ما عندنا شيء زيادة ولكن الشيء الملحوظ عندنا إن الأعمار بالإصابة بالسرطان مثلا خاصة سرطان الثدي الأفرج مثلا برا 65 سنة إحنا أصغر الأفرج بعشر سنوات وإحنا هم يعني أنا من بين اهتمامي كطبيبة أورام الفئة العمرية اللي تحت 40 سنة ليش؟ لأن هذه الفئة ما لها كشف مبكر فتبنينا حتى بالحملة الوطنية لتوعية مرض السرطان كانت المبادرة الأولى من نوعها قبل العام كان والسنة هذه بعد كررناها إن نسوي توعية مو مثلا بسرطان الثدي أو بالقولون أو شيء لا نستقطب الشباب توعية بسرطانات الشباب اللي هم تحت 40 سنة لأن هذه الفئة دائما يعتقدون أنه والله أنا صغير أنا المفروض ما يحوشني سرطان ليش حاشني سرطان وهو ما له عمر السرطان ما له عمر وإذا أنت تي تسألني عن السبب هو السبب مو معروف ولكن هي طفرات جينية ونرجع ونقول طفرة جينية مو معناتها تورث بالعائلة معنى في أنواع موجودة بأسر معينة يعني بفضل جين معين بسبب جين معين ولكن هي طفرة موجودة ما في أحد محمي منها
فالأرقام ما تخوف، هي موجودة. زائد نضيف عليها أن وجود الكشف المبكر قبل مثلا يتم اكتشافه متأخر، ومثلا يقول لك والله الشخص هذا تم تشخيصه وتوفاه الله، الحين ما شاء الله قاعد يتشخصون مبكر، قاعد يتعالجون مبكر، قاعدين يعيشون، وهذيل الناس اللي قاعد يعيشون يردون يتابعون. فالأعداد اللي تشوفها عندنا بالمركز يعني مثلا 50% أكتف، يعني أكتف مانجمنت، علاج فعال قاعد ياخذ، 50% متابعة صار لهم سنة وسنتين وثلاث وفي عشر يظلون يتابعون. فبالنهاية الأعداد ما في شيء مرعب، حكي الدواوين خلنا ننقلها ونقول شيء بكل صراحة. الكويت عانت من أكثر من حرب، وجودها في هذا الموقع الجغرافي، موضوع حرق الآبار، موضوع هذه الكوارث اللي مرينا فيها الله لا يعيدها. وايد ناس تربطها في إحنا اللي صار فينا أكبر تلوث بيئي عشناه 700 بير انحرقوا على مدار أشهر. معقولة الناس دائما تربطها في موضوع السرطان، المخلفات من الأدوات العسكرية، الدبابات القديمة، شنو الناس تتكلم وتربط أحداث اللي مرت فيها بالكويت في الأعداد، هل في ربط؟ ما في دليل علمي أن شيء له علاقة. نعم. إذا تي حق الكوارث والأشياء مثلا ممكن شنو يكون من عوامل الخطورة؟ الإشعاع. شنو الإشعاع اللي إحنا نتكلم عنه؟ مو الإشعاع اللي طالع من التلفزيون أو من التليفون أو شيء، يكون مثلاً الشخص متعرض حق علاج إشعاعي أو موجود بمكان فيه مواد مشعة. مثلاً بتشيرنوبل كان له تأثير، كان له زاد عندهم سرطانات الغدد الدرقية وهذا. فأنت لما تتكلم عن كذي أوكي هذا في دليل علمي، بس إحنا إنه شيء له علاقة بالغزو أو شيء ما له دليل علمي. نرجع ونقول التعداد زاد، الكشف المبكر زاد، وعي الناس زاد، صار الحين خلاص الشخص قام يعرف لما يطلع له عرض أو ورم يتابع الطبيب ويتم التشخيص. وأحب هم من أنوه على نقطة، في شيء وايد منتشر مغلوط، إن طبعا تشخيص السرطان لازم عينة، في ناس وايد عندهم إذا أنا خذيت عينة معناته رح ينتشر، هذا الكلام مو صحيح. فأنا من هالمكان هذا أحب أنشر هالمعلومة هذه، أنبه عليها إن عشان نشخص السرطان صح لازم الواحد يأخذ عينة. سالفة إني أنا أخذ عينة ما بالعينة المرض ينتشر هذا كلام صحيح. تبسطين الفكرة اللي قلتيها ما فهمت، شنو تقصدي بالعينة؟ العينة أي واحد عنده ورمة عشان يشخص بالسرطان يأخذون عينة خزعة. زين، الخزعة هذه يتم فحصها تحت الميكروسكوب. طيب. تكون عن طريق إبرة يأخذونها. الناس عندها فكرة مغلوطة أن هذه اللي دشت الإبرة رح ينشر السرطان، لما تحوش السرطان رح ينتشر، هذا الكلام مو صحيح. إحنا نحتاج هالعملية هذه للتشخيص المناسب عشان نعرف النوع المناسب ونعطي العلاج المناسب. نعم دكتور، اليوم يعني شوية أنت دشيت أكيد معاهم ولك إسهامات وعرفت ودشيت ديب، يعني 80% نسبة تشافي السرطان صح؟ توصل إلى 90% حتى لبعض الأورام. اليوم مع انتشار الثقافة واحنا اليوم قاعدين نوعي الناس ان المرض ما ترى يمكن اسمه يخرع بس يعني حالات التشافي كبيره، خففت من روعه اليوم والخوف المريض اليوم قام يواجهه بكل قوه، تحس انه يعني خلينا نتكلم قبل 20 سنه قبل كان خلاص سرطان معناته النهايه. اليوم ردت فعل الناس لما 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 تروح تقابلهم يعني وتواسيهم تحس ان الناس عندها ثقافه؟ اختلف الموضوع. نعم. اختلف عن كما كان في السابق. طبعا اختلف من الناحيه الاولى ان الحمد لله الطب تقدم والناس قاعد يشوفون ان في حالات شفاء وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. بالاضافه الى هذا اللي تفضلت فيه، يعني هذه الحلقه لها دور كبير ترى لما الناس يسمعون في اهميه الفحص المبكر وان ترى هذا المرض ما هو مميت. اعداد كبيره الحمد لله من الناس تشافوا، لكن ربما يحتاج الى وقت، لكن الحمد لله ما هو مثل قبل. وهذا ما لمسناه من خلال الحملات مثل حملة كان وغيرها من الحملات اللي هنا قاعد تصير من خلال الصندوق. الحمد لله رب العالمين كان شوف في ردات فعل ان الناس صاروا على وعي وعلى ثقافة، واحنا في هذا الصندوق هذا الهدف اللي احنا نسعى له، اللي احنا ننشر هذه الثقافة. في هناك امور يجب أن الإنسان أن ينتبه لها مثل التدخين وغيره، وكذلك أن الفحص المبكر خاصة اللي يكون عند الشباب وهذه صارت فيها حملة هذا مهم، والواحد لا يسبل عن نفسه، وهذا مثل بقية الأمراض يصيب من يصيب ويشفى من يشفى فيه. نعم. والحمد لله رب العالمين الناس في وعي أكبر مما كان في السابق، وإن شاء الله راح يزداد الوعي أكثر وأكثر من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وبث الدكاترة المتخصصين مثل هذه المعلومات اللي حقيقة يحتاجها الناس.
نتكلم عن موضوع التوعية شلون اليوم حتى الرياضي اللي أكله صحي ونظام حياته مية مية هم بإمكانه أن يكون يعني لا سمح الله نيلة ما له علاقة هو صحيح. موضوع جيني زين أنا الله يحفظ أنا ولد عمي كان بوها وصغير يا له المرض وتشافه هل فرصتي أنا ضروري أن أحرص أن أروح أكشف عم يد عيالي الله يحفظهم عمي توفى من 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 سرطان الرئة هل ضروري أن موضوع الجينات نشطة من هنا وهناك لا ضروري أحرص أن الموضوع يعني مو بعيد وايد لما نتكلم عن جين عادة احنا نقصد طفرة جينية الطفرة الجينية ممكن تصيب اي احد ما تورث اذا في بالاسرة بعض الاورام مثلا اورام المبيض او اورام الثدي في عمر مبكر احنا طبعا كطبيب معالج نعم. نقيم الحالة وننصح المريض نقول له خلي مثلا اهلك يروحون يسوون الفحص الجيني طيب. بعض الاورام مرتبطة جينيا وبعضها لا جين في جين يورث وفي جين تصيب طفرة الطفرة هذه ممكن تصيب المدخن او الغير مدخن الرياضي اللي ما ياكل اكل صحي ممكن تصيب اي احد ما في احد محمي منها. نعم أذكركم مستمعينا ومشاهدين مارينا اف ام ومارينا تي في برقم التواصل 22 20 90 4 22 20 90 4 دائما يكون في عندنا تساؤل شلون يعني احفظ نفسي وعيالي شنو الخطوات اللي اسويها ان اكون جاهز يعني اوكي اهم شيء تقول انا بسألك أسئلة شرعية شو اللي تبيني أسألك أنا راح أقول لك بعد شو الله يحفظك الله يحفظك قليل عوامل الخطورة نعم. ومن عوامل الخطورة اللي مرتبطة بأغلب السرطانات التدخين للأسف إحنا حتى يعني اختلت عندنا الموازين بسبب التدخين وخاصة التدخين أنواع التدخين المستحدثة نعم. اللي هي الإلكترونية يعني مثلا سرطان الرئة قبل مختص يعني بالرجال أكثر من السيدات الحين لا صاروا السيدات تكاد تكون النسبة يعني متشابهة مع الرجال بسبب التدخين وخاصة الإلكتروني نعم. وللأسف هم من إحنا بالمجتمع عندنا فكرة مغلوطة أن التدخين الإلكتروني هذا مو زجاير حتى لما مثلا يجون العيادة التدخين يقول لك أنا كنت أدخن وبطلت أقول له زين أنت الحين شو تستخدم يقول لا والله الزيارة الإلكترونية زين ما أنت أكتفلي مدخن الناس عندهم يعني اعتقاد أنه هو حتى التدخين الإلكتروني مو تدخين فإحنا نحاول نوخر عن عوامل الخطورة اللي تلعب دور مثل التدخين تناول المشروبات الكحولية السمنة السمنة أيضا تلعب دور كبير يعني قبل مثلا تشوف مثلا مريضات السرطان اللي يصابون سرطان الثدي تشوف مثلا قبل السيدتي إنها هزيلة أو شيء لا الحين يونا يعانون من سمنة وحتى هذي اللي يسووا لنا مشكلة وقت العلاج لأن العلاج البروتوكول محسوب بنسبة معينة ما تعدي نسبة معينة هم معديين هذه النسبة من السمنة من لأنها تنحسب على مساحة الجسم فيعني الواحد يحاول يحافظ على صحته أنا هنا عندي مداخلة تفضل إحنا الحين في هذا الشهر مواعيد نومنا تغيرت صح مو مثل الأيام العادية مواعيد الأكل تغيرت حتى بعض يعني الأطعمة ما نلقاها إلا في رمضان حتى المعاشات قبل العيد تنزل قبل وقتها فكل شيء تغير وايد وايد إحنا في شهر رمضان كان تغير بكل شيء فهذه أكبر فرصة تغيير أن الواحد يقدر يقطع عن التدخين فرصة تيك على طبق من ذهب فالواحد عليه لا يقول ما أقدر لا 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 إحنا غيرنا كل شيء غيرنا مواعيد حتى الدوام قل حتى مواعيدنا في الغبقات وغير كل شيء كل شيء تغير والواحد قادر إنه يصوم من 44 الصبح الفير لخمس يعني قبل أذان المغرب فقادر إنه يسوي كل شيء فقادر إن شاء الله يمكن بالتدرج لكن تكون عنده عزيمة أهم شيء إنه عزيمة إن الواحد يعزم إنه يقلع وهذه صحة راح يشوفها قدامه صحة وخير وحياة جميلة هو يقلل هذه الحياة الجميلة بهذا اللي معقدته هذا اللي أسرته الحين مجبر إنه ما يدخن ليه يعني وقادر سبحان الله الحين قادر إني منع نفسه للمغرب فيعني قربت يعني هذا الشهر الفضيل فرصة ونرجع نروح فاصل ونرجع لكم برنامج سلام على الدنيا إذا لم يكن هناك وصال حياكم الله رجعنا لكم برنامج وصال ومعنا الشيخ فواز الكليب والدكتورة مريم العتيبي يا هلا ومرحبا حياك الله يسلمك الناس تقول يبا هذا نرجع ودي أرجع لموضوع التدخين كونكم متخصصين في التدخين وعلاج التدخين والإقلاع عن التدخين يقولك يبا هذا اضطراب سلوكي أنا مدمن ما أقدر أبطل جربت اللزقة وجربت وين انتوا الحين جايين انتوا انا ما قدرت اساعد عمري
فهل هو اليوم هذا نفس الأوبيسيتي اللي هو الأكل الشره والدنيا هذه هو اضطراب؟ هل أنت مع هالوجهة نظر؟ أنا مع وجهة نظر إذا الواحد آمن بشيء يبي يوصله يقدر إنه يوصله مهما كان هذا الأمر صعب. ما في شيء مستحيل في الدنيا. طيب. لكن أهم شيء الواحد تكون عنده عزيمة. عزيمة أنه يبي يوصل حق هدف معين وراح يوصله بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى لو الواحد عنده اضطراب سلوكي راح يقدر يوصله. يعني إحنا في سنة 2024 العلم تطور عما كان قبل. نعم. هناك في إرادة. هناك فوق الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اللي خلى البحر ينفلق لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ما هو قادر سبحانه وتعالى أن يفك من التدخين؟ لا هو قادر، بس هو طريق، والطريق أنا أقول لك ما هو سهل، لكن على يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم. على كثر ما الواحد يشوف الهدف الأخير، إيمانه بالهدف الأخير، أنا أكون بصحة، أنا أكون بعافية، أنا كم قوة، أنا حافظ نفسي على من الأمراض. إذا الواحد يشوف هذه الصورة صدقني راح يعزم وراح يمشي. لكن إذا ما هي فارقة وياه وعادي ما هو مؤمن بالصورة والهدف النهائي، راح تشوفه يلتمس لأي عذر وراح يوقف عن المعارض. والله يا شيخ أنت تعتقد أن الموضوع سهل؟ أنا برد عليك. صعب. أنا عندي هموم وأنا أحب يعني لها مزاج الزقارة ولها جو، إذا تمنعني بفقد شيء بيصير عندي فضاوة بيوم يانش بسوي فيه. أسألك سؤال أنا الحين بالنسبة حق الجامعات. نعم. وحتى بالثانويات في ناس يتخرجون 4 نقاط. سهل صح؟ لا مو سهل. مو سهل. من طلب العلا سهر الليالي. نعم. الأمر صعب ما أقولك سهل، بس الغاية الأخيرة، الغاية الأخيرة تخلي الواحد يسهر الليل والنهار. أنا أقولك لو واحد بيسافر سفرة صيف وشايف لم مكان بيسافر فيه، فتلقى يضغط على نفسه ويجمع الفلس فوق الفلس، يمكن ياخذ قرض من البنك، شيء ترى والله مو سهل، ويدفع تكاليفه تالي. ليش؟ لانه عنده هدف يسوي. اي فحط الهدف واقتنع فيه زين، وسال الله انه ييسر لك وان شاء الله تمشي. ما هو سهل. نعم. بس ما هو مستحيل. ما هو مستحيل، دائما اي واحد عنده هدف على قولة الشيخ الله يحفظه الهدف الصحه، الهدف ان حياه صحيه طبعاً. الهدف حتى توفير فلوس من ضمن الأهداف اليوم، كمية هدف ديني بعد. هدف ديني. هدف ديني. إيه؟ ولا تلعوز خلق الله بالمسجد، يرحم والديك اللي قاعد تشذح. والله العظيم يعني صدق أنا بقولها، يعني الريحة هو ما يشمها يعني الريحة اللي تخرج من كذا، لو كنت أنت شنو مرتب ونظيف ترى اللي يمك ما لهم ذنب يشمونه، هم جايين متبخرين متعطرين. تضحكين دكتورة. صحيح. لأن في بعضهم يستخدمون السيجارة الإلكترونية كعذر، فاستلهم الريحة مو عذر يعني تدخين مضر. صدقين أنا دائما أسأل سؤال أقول معقول هو ما يدري إنه هو اللي يعني كرم المستمع الريحة مقززة لهالدرجة هو ما يحس؟ لا ما هو يدري بس ما يهمه، هو يدري بس مو هامة. يعني إذا هو صحته مو هامة رح يهمونه الناس؟ ما رح يهمونه. وأكد على كلام الشيخ إن هي مسألة إرادة. نعم. لأن التدخين في شقين، شق عادة وشق إدماني ترى، يعني هو مدمن نيكوتين زائد شق العادة. إحنا نحل الشق الإدماني لا بالعلاجات البديلة حق النيكوتين. طيب. ولكن يبقى شق العادة هذه لازم هو يشغل وقته، مثلا يلعب رياضة. دائما أقول لهم استخدم مصباح، استخدم مسواج، شيء بديل يعني. الحمد لله. الحمد لله موجود. إن أشغل إنزين. خلني أقول القصة ميخابل. إيه قول عليك. قول اللي تبي. الله يرحمه أبوي. أيوة. قبل أن ولد كان أبوي مدخن شره، كان تقريبا 3 باكيتات في اليوم ما شاء الله. في يوم من زمان أظن يمكن بستينات أو شيء كذي، كان الربيع حلو وطلع هو بالبر وقعد مو يوم يومين مثلنا الحين، لا قعد أسبوع. فعقب ما خلص خاص بيرد الديرة، ركب السيارة شاف ريحتها لا تطاق. فكان الربيع الجو اللي هو عايش فيه شيء زين، والسيارة شيء ثاني، طفاية الوضع. ومرة واحدة بس، هذه واحدة قرر، هذه واحدة لعمره كله ليه ما توفى الله يرحمه ولا مسك سيجارة. موضوع إرادة. ما شاء الله ما شاء الله. إرادة شيء أساسي. الإرادة طبعا أكيد مفتاح. الناس تسأل اليوم الشباب كلهم متجهين للسيجارة الإلكترونية، يسمونها سيجارة إلكترونية؟ إيه. أو شيشة إلكترونية؟ أنواع، في حتى السيجار إلكترونية. السيجار إلكترونية، الناس متجهين بهدف أن أنا ترى بشركم قطعت الحمد لله، وأنا الحين وصلت مرحلة الإقلاع، فهذه ما لها ريحة ولا لها طعم وشكلها ذرب وملونة
كنا ما تنشحن الحين هذا الشحن هذا هبه انتهت واسعارها بمتناول اليد وما لها ريحه وانا قربت 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 بقطع قريب. هذه خطط شذا اسمعهم وايد بكل مكان ان ترى بطلت ذيك الحين انا هني وانا خلصت خالص انا ما بقى لي شيء واقطع. ايش رايك؟ هو استخدم بديل للنيكوتين. نعم. بس بديل غير صحي. البديل يعني الحين السيجارة الإلكترونية فيها أملاح النيكوتين مذابة بسائل. للأسف الشيء اللي الناس ما يعرفونه أن هي مخاطرها أكبر من السيجارة العادية. يعني أنت مو بس قاعد تضيف أشياء تسوي طفرات جينية وسرطانية، هي لأنها تحتوي على سائل، استنشاق هذا السائل في مواد تؤدي إلى يعني تسوي أمراض رئوية. مثلا شخص صغير بالعمر يدش الآي سي يو العناية المركزة بمثلا انتكاسة رئوية ما مرت عليه من قبل، وهو ما يشتكي من مشاكل رئوية، يعني ما عنده ربو، ما عنده مشاكل تنفسية. عندك بالكويت الحالة؟ مو بالكويت صار هالشيء، صار بأمريكا ب 2019 بأحد الولايات، ولاحظوا أن كانت الوفيات زادت بالشباب الصغار بالأمراض التنفسية، ولقوا اللي مرتبط فيها السيجارة الإلكترونية، وبالذات في مادة اسمها تترا هيدرو كانابينول اللي هي رباعي تترا هيدرو كانابينول رباعي تترا هايبر تترا اذا قلتها اعطيك اللي تبي، اذا تقدر تقولها انا اعطيك اللي تبي اليوم. بس هذه الماده عشان ما اقولها مو زينه مبرره، شفت لانها مبرره حتى اسمها ما ينقال شلون. للاسف هذه الماده من احد مركباتها تحتوي على الحشيش. نعم. فسببها إدماني، يعني تسبب إدمان وتسبب إصابات رئوية مدمرة. فتم منعها ببعض الدول، يعني بالبرازيل مانعينها، ببعض الدول الأوروبية مانعينها، ببعض الولايات الأمريكية أيضا منعوها لأن لقوا أنها مرتبطة بالوفيات. في نوع ثاني اللي هو الآيكوس، اللي هو الزجاير المسخن. التكنيك ما لا يختلف، بدل الزجارة ما تنحرق ب 850 درجة، هذه يتم تسخن خينها ب 350 درجة. أنا دائم أشبهها حق مرضاي، أقول لهم نفس البيضة لما تفوحها مثلا، تحط البيضة تطبخها بالمايكروويف أو تطبخها بالمقلب، النهاية هي بيضة ما فرقت. نيكوتين أضراره موجودة، السيجارة الإلكترونية مساوئها أكثر لأنه يتم استنشاقها عن طريق سائل مو معروف مكوناته، مو معروف مكوناته ولا معروف الأضرار. اليوم مثلا بالكويت الالتهاب الرئوي الحاد، شو يسبب هذه؟ شلون متى تظهر الدراسات؟ اليوم المنتج بالسوق دكتورة صار له في المجتمع الحين فوق العشر سنوات، معقولة للحين ما نعرف شنو أضراره؟ لا، أضراره هني محليا ما تم الدراسة عليها، وهو ترى يعتبر أنت لما تقارنه بالسجائر العادي يعتبر مستحدث. نعم. يعني أول سجارة إلكترونية طلعت بالسوق ب 2004، خلينا نقول من 20 سنة أو تقريبا 20 سنة. الدراسات اللي موجودة عليها ممكن موجودة برا، بس ماكو شيء إحنا موجود عندنا هني. للأسف إحنا حتى الأنواع اللي عندنا اللي تدخل إحنا ما ندري شنو تحتوي عليه. يمكن مثلا تلقى برا عارفين محتواها، إحنا هني مثلا يقول لك تحتوي على أملاح النيكوتين أو يقول لك إن هي زيرو نيكوتين، مو صحيح. أنا ما ندري هذه المادة، يعني هي رخيصة تعتبر، زين أنت لما تأخذ شيء بهالسعر تحطه تستنشقه، أنت ما تخاف على نفسك؟ لا صغار دكتورة، وين ايش عرفها؟ أطفال هم سوقوا هالمنتج إنه يكون بديل للتدخين؟ بإيه سوقوا، إن هذه أخف فنانين. لا بس هم همن في بعض الشركات تمت مقاضاتهم، نفس الشركة المسؤولة عن الآيكس الحين تواجه قضايا من WHO من FDA. نعم. لأن هم طلعوا إن إحنا يا جماعة سوينا دراسة إن الآيكس مفيد، يعني ما يضر نفس الزجاير. إذا ما يصير أنت هذا conflict of interest، تضارب مصالح، ما يصير أنت تسوق حق شيء وتطلع دراسة. نعم. عنه، يعني فهم عندهم مشاكل قضائية بهذا. نعم. نطلع فاصل نرجع لكم في برنامج وصال. حياكم الله، رجعنا لكم في برنامج وصال، ونذكركم بضيوفنا نجومنا اليوم الأستاذ فواز مشاري الكليب والدكتورة مريم العتيبي. يا هلا ومرحبا فيكم. الله يحييك ويباركك. الجانب النفسي والجانب الإيماني، تدعم مريض السرطان، أهمية هذه الجوانب للاستشفاء ولسرعة الاستشفاء شيخ. هذا جانب مهم، مثل ما قلت قبل شوي، إن مثل ما إن المريض هو محتاج إلى الدواء، محتاج إلى الجانب النفسي. والجانب النفسي إذا كان معتمد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى راح تشوف أثره جدا جدا قوي وسريع. يعني في النهاية هو مرض من الأمراض ما هو نهاية العالم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إحنا قاعد نشوف الحمد لله رب العالمين في أعداد كبيرة من الناس كانوا مرضى وسافروا وردوا، كان الحمد لله قاعد يعيشون حياتهم. فما هي نهاية المطاف؟ في بعض الناس يكون عندهم هلع كبير من اسم المرض قبل لا يكون هذا المرض. فحقيقة يعني الواحد لازم تكون ثقته بالله كبيرة. ترى الجانب النفسي واللي معتمد على الإنسان وعلى بيئته اللي حواليه من أصدقائه وأهله، أنهم يوفرون له الجانب النفسي القوي، هذا من أفضل الأسباب اللي يتم يعالج فيها هذا المرض. خاصة وإحنا يعني نعمة عظيمة، شوف من أكبر نعم الله علينا أن من أسماء الله الشافي، من أسماء الله أكثر من 99 منها الشافي. الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. ساعات الواحد خلاص يشوف قدامه الموت هلاك، لكن أنت النجاة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله احنا بشهر الخير، الواحد يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني خاصة اللي يسمع هذا يعني الحين كلامنا، سواء يكون مريض أو قريب من مريض أو خايف أنه يشخص، لا، خل ثقتك بالله سبحانه وتعالى كبيرة. احنا مؤمنين بأن هناك قضاء وقدر، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه. وترى بسيط، كن فيكون، بس هو اعتماد الإنسان على الله، أن يقرأ الأذكار والأدعية، الفاتحة، البقرة، أن يتوكل على الله، أن الله الشافي، وخلاص يشوف حياته وراح يعيش أكثر مما كان متوقع. والله ما أقدر أقول الحين كل شيء، لكن قصص كثيرة أن الناس قالهم خلاص عد أيامك وأسابيعك، الحمد لله والله كهم سنين عايشين فضل من الله سبحانه وتعالى. فالجانب النفسي والإيماني من أكبر الأمور المهمة. نعم الدكتورة، وايد أسرة يعني ما أدري الأسر أحس داعم مثل ما قال الشيخ، وأكيد هم يعني احتوائهم لهذه الحالة، لكن لما يكتشفون أن المريض في سرطان مرات تكون عامل هدم، روح مني، سافر مني، علاج بالخارج، أدوية طبية، أدوية شعبية، مسكين ما يدري، هو مو مترقع، هو للحين ما هضم الفكرة بعد. فشلون نوصل للأهل أن أنتوا سبورت جروب، صلوا على النبي، بس صلوا على النبي خطوة خطوة. أعتقد لكم أنتوا استشارات أو جلسات مع الأسرة؟ إحنا لازم نقعد مع المريض ونقعد مع أسرته برضا المريض. يعني في مريض مثلا يقول لك أنا ما أبي أحد يدري، يعني في حالات تينا يعني هو بروحه ما يبي أحد يدري. نقعد مع المريض مع أسرته، نشرح لهم، عندنا كونسلينج رومز بالمركز عندنا. يعني مثل ما أنت قلت عامل هد، يعني ساعات في مرضى مثلا، إحنا أنا دايم أنبه من نقطة، ما عندي مشكلة الواحد ياخذ رأي ثاني، ما عندي مشكلة الواحد، يعني بالنهاية تغيير المكان الجغرافي ما رح يغير طبيعة المرض. أنت إذا بتعالج مريض يعني ما عندي مشكلة المريض يتعالج مكان ما يبي، بس دايم أنصح أقول لهم يعني حق مرضاي ومريضاتي، بلش علاج، ابتدي، لا تعطل الأمور لين تحصل فرصة أو لين تروح مكان ثاني، ابتدي العلاج، وما يمنع أنك أنت تكمل بالمكان اللي أنت يريح. بس هذه سالفة التعطيل في وايد تصادفنا، في ناس يفقدون حياتهم بسبب هالشيء للأسف، يعني ناطر علاج بالخارج، ينطر يأخر مثلا شهر شهرين، الموضوع ما يستحمل ما في وقت. والضغط الاجتماعي للأسف وايد يلعب دور، الضغط الاجتماعية يصير كأن الواحد إذا ما ودى أهله برا كأنه هو إنسان مقصر أو عام. احنا للاسف يعني احنا ودايم يعني اقول يعني مثلا المريض يقول لي ان انا علي ضغط اجتماعي، او مثلا زوج المريضه او اخو المريض او ابو المريض يقول انا علي ضغط اجتماعي، انا مثلا مؤمن ان مثلا علاجه متوفر هني، وغالبا شنو يصير؟ يروحون برا يرجعون بنفس التوصيات اللي احنا اعطيناهم اياها. فدايم انصح الله يخليكم اللي تم تشخيصه يبتدي العلاج، بعدين يشوف المكان اللي هو يبي، احنا ما نمنعه ولا نحرمه. هذه نقطه. النقطه ثانية، استقل معلومات من ذوي الاختصاص. مو كل من يفتي ويدلي بدلوة، مو كل سرطان ما يقدر، المريض سرطان ما يقدر يتناول سكريات، مو كل أخذ عينة أو خزعة تسبب انتشار المرض، مو كل وزر إبل يمشي مع كل من. دائما احنا نبه على الأشياء. وصلنا دكتورة، إذا عندك كلمة أخيرة وتقولين مكانكم، إنستغرامكم، أرقامكم، اللي حاب يتواصل معاكم ويزور مركزكم. طبعا بالنهاية أنا أتمنى الكل الصحة
والسلامة، وإن شاء الله ما تشوفون مكروه أي شخص عزيز يا رب. وهذه أيام فضيلة، ندعي حق المرضى أن الله يشافيهم، وندير بالنا على نفسنا. الشيء اللي إحنا نقدر عليه ندير بالنا على نفسنا، من ناحية التدخين، من ناحية الرياضة، من ناحية إذا إحنا عندنا أعراض نروح نسأل الطبيب، ما نخاف. للأسف في إحنا تينا حالات متأخرة بسبة الخوف من هو ما يبي يعرفنا هو من شخص. مركزكم وين دكتورة، والأرقام إذا عندك إياهم شلون يتواصلون معكم؟ الجمعية الكويتية مكافحة التدخين والسرطان، وعندنا الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان كان ذكرنا لكم إحنا الإنستغرام مالهم. وعندنا العيادة مالت التدخين همن، رح نترك أرقامنا إن شاء الله تتواصلون حق اللي حاب يقلع عن التدخين، إحنا موجودين. مالك عذر اللي يبي يقلع اليوم في ظل هذه الجمعيات النفع العام والأخوات والخبرات والاستشاريين قاعد يقدمون لك كلها خدمة مجانا دكتورة، مجانا؟ طبعا مجانا. حياك الله شيخ، عندك كلمة أخيرة؟ اي والله، نختم يعني بالشهر الخير، ان الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ينزل فيه الرحمات. نعم. وينزل فيه المكافآت، من اكبر المكافآت إجابة الدعوات، المريض، مرافق المريض، او حتى لو ما تعرف احد ادعي للمرضى وقم بالإجابة، إجابة قريبة والله انها قريبة بإذن الله قريبة. ومثل ما قلنا ان الواحد يبتعد عن اسباب الشر ويروح حق المختصين، والله سبحانه وتعالى يرزقنا وياكم الصحة والعافية. اللهم امين. حياكم الله، نورتونا دكتورة مريم العتيبي، عضو في جمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، والشيخ فواز مشاري الكليب نورتنا. وفرصة رمضان، فرصة للإقلاع عن التدخين، ما عندك سالفة اليوم، شهر كامل جايك يعدل برنامجك ويعدل نومتك ويعدل أكلك ويعدل الدنيا. قرر وتوكل وعقلها وتوكل، وإن شاء الله ربك يسهل أمورك. ونقولكم حياكم والله، وإن شاء الله نشوفكم في برنامج وصال فمان الله.